لوين روحوا؟ أنا قايل ليش؟ يا خلاص يا بابي انت هالشغل وخلصت. السلام عليكم تحدية العائلة، اليوم عندنا حرب مسدسات. لا 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 لا، مو بنا ما ترشين علي ميمي. لحظة دقيقة، وين مسدس حق ليلى؟ وينه حق ليلى؟ حق ليلى وينه؟ وين مسدس حقي؟ روح اجيبيه. كفو يا ليلى كفو، راح تجيب السلاح حقه طبعا. وميمي انحاشت، وهذا يقول بدت الحرب، الله يكفينا شر الحرب. طيب ها طشت مسدسها هذه. لحظة، تعال وين رايح؟ تعال وين مسدس حقتي؟ سكرت الباب على روحها، خلينا ندور ليلى. طبعا هذه منحاشة وخايفة. لا تسكري الباب، خلاص افتح الباب. ليلى افتح الباب، وين مسدس حقتي؟ لقيت المسدس، تعالي لقيت المسدس بسرعة. شوفي هذا هو طايح، يلا خذيه. طيب لحظة، الياس لا ترش مويه، وقف. طبعا الياس انتم كبار صح ولا لا؟ لحظة دقيقة، وزياد اكبر منك بعد برضه، لكن ليلى وميمي صغار. ليش ما نعطي ليلى وميمي؟ الحقتها يلا شوتي رش واخر يعني. لا ترشين على ميمي، تعبانه ميمي. خلاص تعالي يا الياس، تعالي يا زياد، تعال خلاص. وروشوا ليلى، تعال خلاص شوف خليني اقول لك، لا تقعد ترشون مويه. لحظه دقيقه، انت اقوى من الياس ولا الياس اقوى منك؟ لا اقوى منك الياس. خلاص لا ترش المويه علينا، خلاص ما شاء الله. هذا مدفع، هذا ما هو بسلاح مائي، هذا والله ياهو مدفع. يا متابعين شوفوا ايش كبره. لوين روحوا؟ انا قايل ليش يا اخي عليها كذا؟ ليش ما الله يهديها ما انتبهت. يلا خلاص بابا قوم ما شاء الله، خذت السكوتر راح تلعب فيه. خلاص اعطي ميمي السكوتر، يلا اعطي ميمي السكوتر. تعالي ميمي بابا، تعالي خذي السكوتر حقت، يلا تعالي العبي على كيفك. يلا يا بابا يلا، وانت انتبه وانت تمشي، انتبه يا بابا، انتبه لاختك لا تطيحين فقع راسها. ما شاء الله شوفوا ليلى مؤدبه. خلاص لا تقعد تشغلهم عاد انت. مؤدبه ليلى؟ اي والله مؤدبه. انت جاب السياح لها؟ لا ما خلاص مؤدبه، قبل صايح. ما صايح هي، انت ترش عليها مويه، المويه بارد بعد. ها جاك شيء؟ تحسين بشيء ميمي؟ ها؟ خلاص يا بابا يلا روحي العبي. خلها انت. ليش انت عليها كذا؟ لا تلعب عليها. ما طيحت اختك، انت اللي طيحت اختك. يلا خلاص يلا انا الياس ايوه، خذت مسدس ليلى كفو خلاص. يلا يا ليلى تبي تهجم عليهم؟ يلا لا انا ترشين علي انا، ليش؟ لا لحظه لحظه، انتوا كلكم على ليلى، لا ما يصلح. يلا ليلى كلكم على الياس، يلا لا ترش على ليلى، رش على الياس. يلا يا ليلى خلت فوقي، لا ترشين على فاهمة. انت ليش حاطط الحرة فيني؟ انا ما سويت شيء يا بابا. يلا لا ترش على ليلى يا بابا. لا خلاص يلا رمت المسدس ليلى وانحاشت. والله يا ليلى قوية يا متابعين، بس والله طيحتها عورت قلبي صراحة، اللي هي ميمي، بس ان شاء الله ما تشوف الا العافية قدامك. العافية يا ميمي. لا يا بابا البقالة لا، نبي نروح البيت الحين. والله قلت وديني. لا تحلفين يا ماما، انا تعبان يا بابا من اليوم، انا رايح جاي، تخبرين الشغل كثير وتعبان شوي ورحت. يلا ها لا يا بابا خلاص بابا، ودي جيب لي ايس كوفي. اوبا شفتي ما يصير هذا، نفتح هذا. وشلون نفتحه يا بابا؟ خلاص نفتحه. ايوه الحين انت بتشغل ليلى، انتبهي للكاميرا هذه لا تطيح تنكسر. ايوه ما شاء الله على ليلى. لا بينكب المويه، ترى بينكب بالمويه، والله بينكب بالمويه. طبعا نمار يمكن تسالون عنها، راحت نمار عندها شغل وخلصت. ليش تحذفينها كذا؟ لا يا بابا لا انت ما دريتي، بس انت تبي تحذفينها على الياس صراحة، وبغت تفقع راس شفا، بس الحمد لله. يلا خلاص نمشي للبيت خلاص. تبي تلعبين؟ خلاص يلا العبي يلا. طبعا نشيل الكاميرا هذه، والله ما ادري من حاطها هنا الله يصلحه، لكن يلا بابا وين بابا ما هو موجود. تركي حاطه هنا. طيب شوف هذا يلعب هناك، والله العظيم انه يبي يخرب علينا. وانت مسكوتر خلاص العبي مع ميمي. يلا روح العبي مع ميمي. يلا ميمي تعالي العبي معها، يلا خليها تلعب معها. الحين انت بتلعب ميمي وليلى سكوتر. لا
لا ترش علينا تخرب الكاميرا هي الياس. الله يصلحك يا رب. يلا روحي روحي داخل روحي داخل. ايوه نبي نحطها هنا كاميرا. خلاص الان يصير سباق بين مي. ما شاء الله اعطيتها يا ليلى. ها والله احس انها زعلانه يا متابعين، بس مره محترمه ميمي يا متابعين ما شاء الله عليها وعاقله. وشوف الياس يلعب وهذه طاحت. لا تقعد ترش رش عليها. لا لا ترش لا ترش عليها. خلاص هي تركت المسدسات المائيه. طيب خلاص نروح البيت. تبي تلعب تبي تلعبين؟ يلا العب شوي انت والياس. ها راح الياس دخل. الياس داخل. الياس تبي تومي؟ خلاص خذها من مازن. قال لي مازن باخذ تومي. لا 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 يا ولد لا وخر وخر عن ميمي. لا ترش على ميمي شو اسمه المويه لان ميمي تعبانه. ها شوف شوف شو زياد. يلا يلا ايوه ايوه. ها تبي ترشين على ليلى صح؟ لا ترش لا ترش لا لا ترش يا بابا. تبي ترشين على ليلى اكيد. انت قلبت مسدس يا بابا. قلبته قلبته مو بكذا مو بكذا. لا مو بكذا اصلا ما حتى ما يطرى شيء. ايوه ها يا عم. ايوه علم. ايوه شلون توقف؟ ايوه خلوها تعلمنا ما شاء الله. ايوه تركض. ايوه ايوه صح شفتي. خلاص يلا سويها سويها مرة ثانية. يلا يلا خلاص الحين تسويها مرة ثانية ميمي. يلا انتبه يا الياس انت زياد انتبهوا على شفا. يلا اقوى اقوى. ايوه كفو كفو يا ليل. يلا يلا سويها سويها. ايوه ما شاء الله شفتي تعلمها. ايوه ما شاء الله كفو يا ليلى. تعلم ميمي يا متابعين عشان ما تسقع مرة ثانية بأخوها إذا طلع بوجهها. يلا يلا قوة. ها مسكت فرامل ما شاء الله تبارك الله عليك يا ليلى. شكرا ليلى والله أنت بطلة يا ليلى صراحة. علي معلمني. علي ما شاء الله إيه أخوك علي علمك أكيد. أنت تبي تلعبين معاهم؟ هذا مبسوط يلعب. خلاص يا ليلى انت علمتيها ما شاء الله وما قصرتي. خلاص نبي نروح البيت. يلا يلا ها. لا تعال لا تروش اختك. لا لا ترش على ميمي المويه. لا لا ترش لا ترش على ميمي. يلا الحين بنروح البيت يا متابعين. ليش يا بابا ليش؟ لا 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 خلاص يلا يلا لا 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 ترش يا زياد. زياد لا ترش لا ترش يا بابا. خلاص خلاص انتهى انتهى. خلاص خلاص انت التحدي وهو ما هو بتحدي. هو كان مقلب في ليلى بس يلا ما ضبط المقلب يا متابعين. لكن مثل ما شفتم يا متابعين لا تنسونا من الدعم. لا بابا ما في كيكه بس حاولنا نضبط المقلب بس ما ضبط يا ليلى. واخر يا الياس. لا لا ترى لا ترى شو ترى شو مو يا الياس. خلاص طيب تبي تروشين بالبيت خلاص اروشك بالبيت. طبعا لا تنسونا من الدعم يا متابعين واللايك واهم شيء ايش اسمه اعطوا ليلى لايك بس واحده. اعطوا ليلى لايك كثير ونشوفكم على خير.